مساء الخير عليكم. نحن التنسيقية الوطنية لطلبة خريجي ممرضين المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بطنجة. جئنا لبيت الصحافة بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة لهذا بيت الصحافة كشكل احتجاجي، كشكل يعني متحضر بدون فوضى بدون أشكال اللي هي سلبية. يعني حاولنا نوصل الرسالة ديالنا كممرضين، نرفض التعاقد، نرفض الخصاصة، نرفض إدماج الخواص في الوظيفة العمومية، نطالب بإدماج جميع الخريجين المعطلين الذي فقط عددهم 5000 ممرض عاطل على العمل في ظل الخصاص اللي كيعرفوه القطاع المستشفيات العمومية. مطالب ديالنا يعني كنحاولوا نوصلها بشكل واضح وسلمي ومسموع، ومع ذلك كان احيانا نتفاجأ انه الاعلام ما كيتفاعلش، عفوا المسؤولين السياسيين ما كيتفاعلوش بواحد الشكل ايجابي مع الاشكال الاحتجاجيه ديالنا. بالنسبه للتعاقد راه واضح الفشل ديالو في التعليم، وبالتالي كيف يفكرون هاد المسؤولين باي منطق يفكرون انهم يكرروا نفس الفشل نفس الخطا في القطاع ديال الصحه بحكم الحساسيه ديالو. القطاع ديال الصحه فهو قطاع حساس اكثر من قطاع التعليم.